السلام عليكم وبدايه فيديو جديد ضرب نار. قبل ما نبتدي الفيديو اخد على انتم مش مشتركين في القناه اعملوا سبسكرايب في القناه انضموا لنا دايما العيله في اليوتيوب عيله الاجبح. خلاص يا جدعان ما عادش فاضل حاجه على 20,000 مشترك. المفروض يا جدعان زي ما شفتوا في عنوان الفيديو المفروض ان احنا يا جدعان كنا قاعدين امبارح لقيت احمد اخويا بيعمل حاجات كده يا جدعان تصرفات اطفال ولا يسحف على الارض يا جدعان فاهمين ويقول بابا ماما يا جدعان بقى يعمل تصرفات غريبه كده يا جدعان. فالمفروض يا جدعان ان انا جبت محمد ياسر في فيديو النهارده احلى ناس في الدنيا. الواد طبل خالص يا جدعان هننزل لكرباكه دلوقتي عشان نعمل. فالمفروض يا جدعان بقى ان انا اول ما لقيت يعني حالته كده قلت المفروض يا جدعان ان احنا لازم نصور ولازم اي حاجه بتحصل معانا يا جدعان لازم نوريها لكم عشان انتوا دايما في ظهرنا انتوا دايما اخواتنا وحبايب قلبنا. فطبعا يا جدعان اتاكدوا بقى ان انتوا دايسين لايك للفيديو ده واشتركوا في القناه يا جدعان عشان خلاص ما عادش فيه حاجه على 20,000 مشترك. طبعا يا جدعان المفروض ان احنا بقى دلوقتي هننزل نبص عليه. طبعا يا جدعان المفروض ان احنا بقى دلوقتي نزلنا يا جدعان ومعانا برضو ادم قدومه اول مره يا جدعان يطلع معانا على القناه. طبعا يا جدعان المفروض زي ما انتوا شايفينه وقاعد انت اللي رسم الرسمه دي عروسه. انا خدت العروسه خلاص خلاص يا عم انت كل شويه. طبعا يا جدعان زي ما انت شايفين. طب اطلع يا عم تصدق اللي شكيت. طب استنى ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ طب من امبارح لا مش جاي. طبعا يا جدعان زي ما انت شايفين المنظر كده من امبارح هو على كده كان بيتكلم يا جدعان عبد الرحمن مانو وابو بكر قمره واحمد عباره فالمره دي يا جدعان بعدها بسعلته بالمنظر ده. اسمك ايه؟ اسمي طاطا. طاطا مين اللي اسمه طاطا يا جدعان؟ قرب شويه انزل معانا كده على الارض. ده كل شويه طب انت اسمك ايه؟ قلت اسمك ايه تاني؟ طاطا طاطا المنظري بتاعك انا بحبها. طب وده اسمه ايه؟ انا اللي بحبها. لا خلاص انت بتحبها لا تعالى بس استنى على الارض. يلا تطلع ترسم العروسه بتاعك. طب اطلع على فوق كده طيب عشان احنا بنصور فيديو. لا لمبه انا فاضي يا جدعان بيعيط قرب شويه. الالمبه انت ما انت اللي بوظت. طبعا يا جدعان زي ما انتم شايفين بقى بالمنظر ده احسن. طاطا خلاص يا طاطا هجيب لك علامه جديده حلوفه. طب استنى بس هنسالك كام سؤال بس ترد عليا. انت مين اللي خلاك تبقى كده؟ مين؟ قرطاس. مين؟ قرطاس. قرطاس ومين؟ وفانوس. قرطاس يا جدعان وفانوس دول اللي هو قرطاس عبد الرحمن مانو وفانوس احمد عمار. قالوا لك كده قالوا لك يعني انت بقيت كده ليه؟ هما قالوا لك تعمل ايه؟ قالوا لك كده بقيت تعمل ايه يعني؟ انا حاسس يا جدعان ان احنا قاعدين في مستشفى امراض العقليه. طب ياكل ايه الاله؟ هات له فسيخ ورنجه بقى. قرب بس باين الكاميرا خلي الناس تشوفوها بيعمل ايه؟ يا طاطا كده الكاميرا بحبك يا طاطا. مس على الناس. سيب الكاميرا يا طاطا مس على الناس يا طاطا. عروستي قفلت الفيديو يا طاطا. عروستي يا هي عروستي. مس على الناس يلا يا طاطا. يا عروستي طاطا لا سيب الكاميرا كده. لا طاطا انت كده بهدلت الدنيا. هيعورنا ده شبح ده ولا ايه؟ طاطا صحصح لينا. انت عايز تسمع اغاني؟ ها؟ عايز تسمع اغاني يا طاطا؟ خد المشبك منك.
طب معلش مش عارف. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ انت عايز ايه؟ انا بقول ها عايز عروسه. عايز مين؟ هجيب لك حاجه حلوه. خلاص هجيب لك حاجه حلوه. لا لا ما تضربوش حرام عليك. يا عيط يا عيط. معلش خلاص هتقطع معلش. طب انت عايز ايه؟ خلاص يا اسطى يا محمد اسمك تضربوش. انت عايز ايه يا طاطا؟ طاطا عايز ايه يا طاطا؟ هناخد عروستي عروستي. انت عايز ايه دلوقتي؟ عروستي. طب استنى تلعب انت وده؟ ده اسمه ايه ده طيب؟ انت طاطا وهتسمي ايه؟ انت هتسمي ايه؟ استنى ده صاحبك ده صاحبك ده اسمه ايه طيب؟ اسمه ايه؟ حاحا وتفاح. هو بيفكر له في اسم. خلاص انت اسمك حاحا وهو اسمه تفاح. ماشي. انت يعني انت مش طاطا دلوقتي، انت حاحا وهو تفاح. تفاحة. قول له حاحا. تفاحة حاحا. خلاص يا جدعان، كل شعرنا زي بعض. خلاص يا جدعان، ده بقى اسمه حاحا وده تفاح. وده اسمه بقى يا بيسو على اسمه ايه؟ يا لا والنبي وحياة النبي. خلاص ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ العيد. طب انت عايز دلوقتي يا حاحا انا اجيبهولك. عايز مين؟ عايز مين انا اجيبهولك؟ بابا. بابا؟ عايز بابا؟ بابا. طبعا يا جدعان بابا لسه ما شافش احمد اخويا بالمنظر ده. طبعا يا جدعان لو الفيديو ده وصل ل1000 لايك المفروض يا جدعان الفيديو الجاي يا جدعان هنخليه يا جدعان يشوف بابا ونشوف ردة فعل بابا يا جدعان لما يشوف احمد اخويا بقى كده. المفروض يا جدعان ان بابا قاعد في الشقه. يا لا 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 ما تنفعش والله ما تنفعش والنبي يا جدعان. بصوا واحدهم يلا. بصوا هيجوز اخويا. طب اقول له معاك اتصالح. قول له صالح انت هتصالحه بقى. قول له صالح اللي يصالح في الصباح ده. يلا صالح. لا كده خالص مين صالح؟ اهو انت حبيبي. احضنه بقى اسلم عليه كده ومش هيعمل لك حاجه. نعم. هتلعب انت وهو. يلا. اقعد على طينك. اقعد يلا انت حبيبي اهو. يلا هتلعب يلا. ايه ايه؟ ايه؟ ست حد طبعا يا جدعان زي ما انتم شايفين المفروض يا جدعان ان انا جبت له الاطفال دول يلعبوا معاه عشان هو بيحبها يحب يلعب اطفال الا انا عايز طفل العب معاه. تعالى تعالى هاها وتفاح. تعالى سلم عليه. اسمه حاحا. قول له ازيك يا حاحا. قول له ازيك يا حاحا. قول له ازيك يا حاحا. ازيك يا حاحا. ازيك. خلاص بقى سيب. طب انت عايز ايه دلوقتي عشان نعمله لك بانج؟ ايه؟ احنا هنمشي ونسيبك لوحدك. هنمشي ونسيبك لوحدك. هنمشي خلاص ونسيبك لوحدك. سلام. لا انا مع حاحا صح؟ مش حاحا بيحبني. اقعد العب معايا. لا مش جاي. روح يا عم امسكني. اقعد العب معايا يا عم. انت اقعد العب معايا. طب انت انا مش فاهم اقسم بالله يا جدعان ورب الكعبه ما فاهم اللي ولا حاحا اضربك انا. بابا بابا انا بابا اللي هو اجيب لك بابا يعني. عايز بابا. عايز بابا زي ما قلت لكم يا جدعان لو الفيديو ده وصل ل1000 لايك الفيديو الجاي هنشوفك على ردة فعل بابا لما يشوفه. طب انت عايز ايه دلوقتي ونجيبهولك؟ بابا بابا وماما. لا الفيديو الجاي هنجيب لك بابا واللي بعده ماما. طب يلا قول للناس سلام. طب يا جدعان خلاص كده جمهوركم وصلنا لنهايه الفيديو بقى يا جدعان. لو انتم مش مشتركين في القناه طبعا دلوقتي هنعملوا سبسكرايب في القناه ولايك للفيديو ده. عايزين يا جدعان نوصل الفيديو ده ل1000 لايك الفيديو
الفيديو الجاي يا جدعان هيكون باذن الله رد فعل بابا يا جدعان لما يشوف كده. وصلنا لنهايه الفيديو. يلا قول للناس سلام. استنى قطه هي قطه قول للناس سلام. قطه هي قطه قطه يا جدعان كده قطه. لا انت كده هتموت القطه. لا 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 ولا هيموتها يالا ولا ولا هتموت القطه يالا. شعر قطة على مناخيرك. خلاص معلش يا طاط. خلاص يلا منين الفيديو. خلاص يا جدعان نهاية الفيديو بقى النهارده. يلا قول للناس سلام بقى عشان نقفل الفيديو. قول لهم سلام. قول لهم اهو من اهو. قول لهم من اهو. سلام يا ناس.